آخر كلمة هقولها، فخامة الرئيس، الريادة مسؤولية. الريادة مسؤولية. لما تكون دول متقدمة وغنية وعندها التكنولوجيا وعندها المعرفة بيبقى عليها مسؤولية تجاه الآخرين الذين لا يمتلكوا ذلك. وهنا ده مسؤولية قد تكون أخلاقية وقد تكون مسؤولية سياسية. يبقى نقطة في الموضوع دوت، عندما تحدثنا عن 100 مليار دولار في الوقت دوت، تقدمت باقتراح كرئيس للاتحاد الإفريقي وقلت لهم احنا بنعرض عليكم ان البنية الأساسية القارية، البنية الأساسية القارية لإفريقيا هتحول وتغير وجه القارة. والكلام ده امبارح احنا كلمنا فيه في سد إنجا وحاجات أخرى كثيرة. إن النهاردة لو 100 مليار تم ضخهم في صورة، أنا بتكلم النسبة المخصصة للقارة الإفريقية على سبيل المثال، تم ضخهم، كل دولة كانت مخصص إنها هتدفع رقم، ألمانيا كانت هتدفع رقم، فرنسا كانت هتدفع رقم، الصين كانت هتدفع رقم. أنا قلت إن الرقم ده لا يعطى منحة مطلقة، ولكن حتى بما أنه هم كان التزام في الوقت دوت بـ100 مليار دولار، قلت لا تعالوا خشوا وخلوا الشركات. ألمانيا هتعمل هتحط 5 مليار في إفريقيا، خلي الشركات الألمانية تعمل بـ5 مليار في مشروعات لخدمة البنية الأساسية القارية. فرنسا هتشتغل أو هتقدم 4 مليار 5 مليار أي رقم تاني، تقوم الشركات الفرنسية بالعمل وتمول هذا الرقم الجزء المخصص واللي خصصته الحكومة الفرنسية. وكلام ده ينطبق على الصين وعلى كل الدول المتقدمة. صدقوني احنا بنتكلم كتير على حقوق الإنسان وأنا معاكم في ده، بس أنا عايز أقول لكم إن خلال 10 سنين اللي فاتوا اللي تم رصده حقيقة وغرق في الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان وإنسانة وطفل يمكن كل سنة، أكتر من 27,000. ده اللي احنا شفناه أو ده اللي تم رصده. طب الباقي إذا لم يجد الناس في إفريقيا الأمل وفرصة للحياة هيتحركوا في اتجاه اللي عندهم الأمل وعندهم الفرصة هنا في أوروبا. وعايز أقول لكم في مصر للي ما يعرفش لدينا 9 مليون ضيف 9 مليون ضيف